كما أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الرفض التام لتهجير الفلسطينيين، معربة عن قلقها من اتساع رقعة الصراع في المنطقة. وشددت بيربوك خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري على رفض فكرة تدفق اللاجئين الفلسطينيين لمصر. أقولها بوضوح، لن نقبل التهجير، لن نقبله في الضفة الغربية، لن نقبله في غزة. يجب أن نؤكد على أن الفلسطينيين لهم أرضهم في غزة، ويجب ألا يكون هناك تدفقات من اللاجئين إلى مصر، لأن هذا يؤثر أيضا على المصالح الوطنية المصرية. يجب أن نعمل سويا نحن مصر وألمانيا سويا من أجل أن يكون هناك مستقبل أفضل للفلسطينيين. أؤكد على أن غزة والضفة الغربية هي تخص الفلسطينيين، لا يمكن أن يتم تهجير الفلسطينيين ولا يمكن أن يتم طردهم من الضفة الغربية. هذا هو مسؤولية، هذه هي مسؤولية مشتركة.